جنرال إلكتريك المسجلة في بورصة نيويورك برمز GE هي شركة صناعية رقمية عالمية بتعمل على تحويل صناعة الكهرباء لمحطة الطاقة الرقمية. في بدايات تأسيس الشركة وحتى الفترة ما بين 1981 لحد سنة 2000 حققت الشركة أرباح ضخمة من عوائد الإيرادات من خلال مبيعات الشركة، لكن مع بداية الأزمة العالمية ب 2007 و2008 اللي ضرت بكل الأسهم الأمريكية اتأثرت مبيعات شركة جنرال إلكتريك بشكل كتير كبير، أدت لانخفاض السهم لأدنى مستوى له في تاريخه سنة 2009 وصل $5.90. بعدها بدأ السهم بالتحسن بعد انتهاء الأزمة العالمية لحديت سنة 2016. رجعت الشركة مرة تانية تعاني من نقص السيولة وقلة في المبيعات اللي أدت لانخفاض سعر السهم في 2017 نتيجة تخفيض الشركة لنسبة أرباح المستثمرين ب 50% بعد تراجع حصص الشركة من الأسهم. استمرت أسهم جنرال إلكتريك بالتراجع لحتى وصلت للمستوى المتدني اللي هو $7.72 في 12 نوفمبر 2018. الانخفاض كان نتيجة الأداء الضعيف والأرباح السلبية في مجال الطاقة المتجددة، وانخفضت قيمة الأسهم بنسبة 54.21% من بداية السنة. بيتوقع بنك جي بي مورغان انه ارباح الشركه رح تكون اسوأ في السنتين الجاي، وبتوقعوا ان هي توصل $6 للسهم الواحد. بعد الخسائر والاداء الضعيف في الفتره الاخيره لجنرال إلكتريك اصدر كثير من المحللين اراء ببيع لاسهم الشركه.